مجلس الأمن في جلسته السابقة فشل في اتخاذ إجراء لتطبيق مشروعي قرارين أمريكي وروسي بشأن غزة، ودخلت تساؤلات دلوقتي تروح ناحية دور مجلس الأمن في الفترة القادمة تجاه المجازر اللي بيرتكبها قوات الاحتلال. تفاصيل أكتر، عايزين نعرف تفاصيل أكتر عن هذا الموضوع يا جماعة. صحيح، خلينا نعرف تفاصيل أكتر من السفير محمد الشادي مساعد وزير الخارجية الأسبق. بنرحب بحضرتك يا فندم، أهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. ويعني في البداية حابين نعرف من حضرتك ونعرف السادة المشاهدين، إيه هو الدور المقرر أداؤه من جانب مجلس الأمن تجاه هذه الحرب الغاشمة اللي بيشنها الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة؟ مجلس الأمن هو الجهاز التنفيذي للأمم المتحدة المنوط بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين وتطبيق بنود الميثاق الأمم المتحدة. وهذا كلام نظر، حقيقة الأمر إن الأمم المتحدة بتشكيلها الحالي عجزت عن مواكبة أي حرب شفناها منذ قيام، يعني عجزت عن إيقاف حرب فيتنام، عجزت عن تحرير سيناء رغم القرارات المتعددة لمجلس الأمن خلال هذا، عجزت عن حماية العراق، عجزت عن حماية لبنان، أفغانستان إلى آخره. التشكيل الحالي لمجلس الأمن ونظام حق النقد أو الفيتو اللي ممنوح للدول الخمسة دائمة العضوية، اللي بيجعلها أكثر الدول مسؤولية تجاه السلم والأمن الدولي. عندما نرى في أزمة غزة وزير خارجية أحد الدول الدائمة العضوية الولايات المتحدة يشارك في اجتماعات مجلس الحرب المصغر الإسرائيلي، وعندما نرى رئيس وزراء بريطانيا وهي أيضا عضو دائم يهرع إلى إسرائيل بحركة مسرحية على متن طائرة بطل عسكرية ويخرج من عنبر البضائع ليكون بجانب السلاح المرسل إلى الدعم غير المحدود اللي أدى إلى استخدام حق النقد مرة ضد القرار الأمريكي ومرة ضد القرار الروسي، كل ده بيؤكد لنا عجز النظام وإن أصبحت القوة الغاشمة هي الورقة الرابحة في العلاقات الدولية، وده أمر في غاية الخطورة، إضافة إلى إهانة منظمة الأمم المتحدة. عندما يقف مندوب إسرائيل أمام الأمم المتحدة ويوثق الملف المقدم الإنسان ويقول إن هذا كلام معادي للسامية، سعد سفير الصوت مش واضح، استأذن حضرتك بس لو تغير المكان. وأعتقد أنه في كلام حضرتك متفق مع رؤية الكثير من الدول بأنه مجلس الأمن مشلول حرفيا كده، وده يمكن عنوان قريته في إحدى الصحف العربية بالأمس، مجلس الأمن مشلول أمام أي تحركات أو أزمات بتواجهها منطقة الشرق الأوسط. كده الصوت أحسن؟ تمام يا فندم، بتفضل. وعندما تطالب إسرائيل الأمين العام للأمم المتحدة بالإستقالة لمجرد أنه قال ما حدث في غزة لم يحدث من فراغ، كل هذا بيمس هيبة الأمم المتحدة جهاز مسؤول عن الأمن والسلم الدوليين. فيعني أعتقد أن التعويل على دور الأمم المتحدة ومجلس الأمن، إحنا شفنا بالأمس الجمعية العامة للأمم المتحدة يعني صدر منها توصية بأغلبية 120 صوت لمجرد هدنة إنسانية، وده يعني أعتقد ده أقل قدر، إن ما حدث في غزة
كلنا متفقين على ضرورة حقن الدماء، ولكننا أيضا يجب أن يكون هناك حساب وعقاب لإسرائيل على ما فعلته الذي لا يقل عن الهولوكوست ولا يقل عن الجرائم اللي ارتكبها النازي.